نعم، سارة وثامر، في البداية نقف في منطقة زراعية في مدينة الهفوف تسمى بنخيل أو مزارع الخدود، نظرا لوجود عين الخدود اللي طالعة من خلفي الآن في الصورة. هذه العين التي تعتبر يعني أحد الأعيان المهمة في فترة من الفترات في الأحساء، فالأحساء أكثر من قرابة 70 عين أو ينبوع كما ذكر أحد المصادر المهتمة في تاريخ الأحساء. هذه العيون أو الينابيع يعني مصدر للطاقة، مصدر للسياحة، مصدر للترفيه، خصوصا مثل هذه الفترات، يعني فترة رمضان بعد صلاة العصر تشهد هذه العيون يعني كثافة ونشاط وحيوية من قبل أهالي الأحساء، فتجد من يعني يسبح في هذا العين، فتجد من حتى يغسل السيارة ويغسل الملابس، فيعني يثير هذا الصورة ويثير هذا الأمر إعجاب الكثيرين من الزوار. ولا زالت بعض العيون يعني التي لم تجف حتى هذا اليوم مواصلة في هذا النشاط رغم بس الظروف الجائحة التي تمر فيها المنطقة. المهندس حسن الموسى أحد الخريجين من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل من كلية الهندسة حاول أو يعني يرى أن يعيد هذه المنطقة حضاريا وأيضا معماريا من خلال هذا المشروع الذي عرضه في منصة التواصل الاجتماعي بتويتر، والذي لاقى صراحة إعجاب الكثيرين من أهل الأحساء. لكن ماذا عن الجهات المعنية؟ حياك الله حسن وحيا الله مهندسنا الجميل على قناة الإخبارية. بداية أعطينا يعني تفاصيل عن هذا المشروع. هو في البداية انطلقت الفكرة التصميمية من خلال ثلاث محددات. إذا جينا نتكلم عن المحددات الثلاث هذه، أول شيء دراسة المحدد الاجتماعي، لما خلال الزيارات الميدانية والبحث كل شخص قابلته عاصر فترة هذه العين كان يذكر قصة أو يذكر رواية. المحدد الثاني هو العناصر المعمارية الخاصة بالمنطقة، يعني لما نيجي نصمم احنا كمعماريين نهتم بالعناصر المعمارية الخاصة بالمنطقة وأثرها على المجتمع. فكان عنصر السكة هو نتيجة تقارب عدد من المباني، هو رابط اجتماعي ما بين المباني طبق في المشروع. عنصر الصابات هو يعتبر رابط اجتماعي قبل أن يكون رابط ما بين مبنيين، وهو طبق في المشروع أيضا. عنصر الدكة اللي هي تعتبر منطقة تجمع ما بين الأولين، تعتبر منطقة رواية قصص وذكريات، فكانت هذه كلها العناصر هذه مطبقة في المشروع، بالإضافة إلى بعض الزخارف الخاصة بالأحساء مثل زخرفة البيذانة كمان طبقت في المشروع وطبقت بطريقة حديثة. طيب ما شاء الله كونك أنت الآن خريج من كلية الهندسة والعمارة إن صح التعبير أو العمارة والتخطيط، كيف كان تجاوب الجهات المعنية؟ تكلم عن وزارة الزراعة، عن الأمانة، عن المؤسسة العامة للري، هل تم التواصل معهم لهذا المشروع؟ هو تقريبا من 3 أشهر تقريبا تواصلت مع المؤسسة العامة للري وتلقيت صراحة تفاعل، تزودونا بعدد من المخططات لدراسة هذه المنطقة، والحمد لله بالأمس تم التواصل معي بأن قريبا سيتم الاجتماع وعرض عليهم المشروع والدراسة فيما يخصه. هل هذا المشروع ممكن نشوفه على أرض الواقع؟ نأمل هذا، ولكن احنا نسوي اللي علينا وان شاء الله الباقي على الجهات المعنية. رسالتك الأخيرة من خلال قناة الإخبارية؟ نتمنى ان نلاقي تفاعل من الجهات المعنية وإن الله ما راح يقصرون، ويعطيكم العافية. شكرا لك مهندس حسن الموسى. يعني كما ذكرت بداية حديثي سارة وثامر، هذه العيون يعني التي تفوق أكثر من 70 عين، منها طبعا المياه الارتوازية اللي يعني منها جعل البعض منها استشفاء للمفاصل للركب خصوصا كبار السن. نأمل من الجهات المعنية التفاعل مع هذا المشروع الذي بإذن الله تعالى يعني يعيد حيوية هذا المكان مرة أخرى.